السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصص الله سبحانه وتعالى لمن يحافظ على صلاة الفجر أجورا عظيمة، فصلاة الفجر تجعل الإنسان في ذمة الله طوال اليوم، وهي خير من الدنيا وما فيها، وذلك لعظم فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، فصاحب صلاة الفجر محاط بالفضائل ومنها النور التام يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وسنة الفجر هي خير من الدنيا وما فيها. ومن فضائل صلاة الفجر حصد الحسنات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في مصلاه ما لم يحدث تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن فضائلها أيضا شهادة الملائكة، وقد قال جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هما الفجر والعصر. ومن فضائل صلاة الفجر رؤية الله عز وجل، يرجى لمن حافظ على صلاة الفجر والعصر الفوز برؤية الله عز وجل، ثم تتوالى البشائر لأصحاب الهمم العالية، فمن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، يحصل له أجر عظيم بمثابة من قام الليل لا ينام منه شيئا. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فليحصل من نام عن صلاة الفجر مثل هذا الأجر العظيم.